خلونا نطلع نشوف تقرير كالعادة عن الأخبار المحلية والعالمية، وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل كريم سعيد وأحمد ثابت في ضيافة البيت الكبير. يواصل المارد الأحمر تدريباته لليوم الثاني على التوالي في معسكره التدريبي في النمسا تحضيراً لمواجهاته المقبلة في الموسم الجديد. خاض فيها الفريق تمرينات صباحية ومسائية بناء على طلب الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر. واصل نجم النادي الأهلي عمرو السولية تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش معسكر الفريق المقام حاليا بالنمسا، وخضع لبرنامج علاجي تأهيلي لتجهيزه للمرحلة المقبلة. يتوجه أكرم توفيق وكريم فؤاد لاعبا الأهلي يوم غد الأربعاء إلى أحد المراكز الطبية لإجراء الفحص الطبي للاطمئنان على حالتهما للحصول على موافقة من أجل المشاركة في المباريات، بعدما خضع الثنائي لبرنامج علاجي تأهيلي طيلة الفترة الماضية للتعافي من الإصابة التي لحقت بهما في الموسم الماضي. أعلن الكابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي تجديد عقد السنغالية دونغو كامارا لاعبة كرة اليد لتستمر مع الفريق لموسم آخر جديد للمنافسة على جميع البطولات الإفريقية والمحلية. كشف محمد غرابة مدير منتخبنا الوطني تلقيه إخطاراً من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بموعد ومكان الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسيكون موعد إقامة مباراة الفراعنة الأولى أمام جيبوتي في القاهرة خلال الفترة من 13 إلى 21 من نوفمبر تشرين الثاني المقبل. بحث البرازيلي ميكالي المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي مع جهازه المعاون الاستعدادات لمعسكر المنتخب المقرر إقامته من 4 إلى 12 من سبتمبر المقبل للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، كما قرر ضم 3 لاعبين محترفين هم عمر فايد المحترف في فنربخش التركي، وبلال مظهر لاعب باناثينايكوس اليوناني، ومصطفى أشرف لاعب مونشنغلادباخ الألماني. حقق منتخبنا الوطني فوزاً ثميناً في كأس العالم لكرة السلة على حساب نظيره المكسيكي ب100 نقطة مقابل 72 في ختام مباريات الفراعنة في المجموعة الرابعة. أعلن نادي الاتحاد السعودي خضوع لاعبه الفرنسي كريم بنزيما لفحوصات طبية للوقوف على التشخيص الصحيح للإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام الوحدة ومغادرته شوط المباراة الأول ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي. أعلن نادي فولهام الإنجليزي ضم المدافع البلجيكي تيموتي كاستاني من ليستر سيتي الذي هبط إلى دور الدرجة الأولى في عقد يمتد حتى العام 2027 مع خيار التمديد لعام إضافي في صفقة قدرت ب 15 مليون جنيه استرليني. نبقى في انتقالات اللاعبين، حيث أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي التعاقد مع اللاعب البرتغالي بيتو هداف فريق أودينيزي الإيطالي في الموسم الماضي حتى نهاية العام 2027 دون الكشف عن القيمة المالية. حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزا تاريخيا بعد أن أمطر الشباك رايو فايكانو بسباعية دون رد، وذلك في ختام المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم، ورغم الفوز الثمين إلا أنه خسر جهود لاعب الهولندي مانفيس ديباي بسبب الإصابة.